انا لعبت النادي الاهلي من 86 لحد 2004، لعبت 17 سنه في الاهلي درجه اولى. طبعا دي احسن سنين حياتي، صاحبه رقمين مصر طويل وثلاثي. الصراحه انا من عيله والدي بيحب الاهلي جدا، من انا مش شرقيه، ففي اول سنين حياتي لعبت هناك، فكان عندي طموح جامد جدا ان انا العب في الاهلي وامثل الاهلي. فطبعا الحمد لله ان انا لعبت في الاهلي، انا بحب الاهلي جدا، لان نادي مبادئ وقيم، ومن احسن سنين حياتي اللي انا لعبتها في الاهلي ومنتخب مصر. كان اهم بطولة عندي يعني من اخر بطولاتي، كان لازم اكسب عشان عندي منتخب، وبرضك النادي كان فرق بيننا وبين الزمالك مش كبير، كان كاس مصر. فطبعا دي الحمد لله كسبت طويل وثلاثي، وحققنا اول في كاس مصر وكسبنا بفرق، يعني كنت انا من الناس اللي عملت فرق في البطوله دي. ان شاء الله مع النادي الاهلي، ان احنا طبعا احنا محتكرين البطولات بقالنا فتره طويله، فطموحاتي في الفتره الجايه يعني ان انا ناخد اول بلعبتي ولعيبة النادي كلها، وان انا الحمد لله عندي بنت مميزة ان شاء الله تاخد اول افريقيا باذن الله، هي اول مصر والنادي الاهلي طبعا. رسالتي للجماهير، احنا النادي الاهلي، وانا فخوره ان انا بنت من ابناء النادي الاهلي، والحمد لله احنا على طول مشرفين النادي والجماهير. طبعا يعني احنا ما عندناش جماهير كتير، بس اتمنى في الفتره اللي جايه يعرفوا العاب القوى، وان نبقى احنا بنقدم رساله للنادي كويسه جدا، ان احنا نبقى متواجدين. رسالتي للعيبتي ان هما بيلعبوا باسم النادي الاهلي، وده رمز كبير جدا، ولازم نبقى قد المسؤوليه ونكسب في الماتشات اللي جايه كلها.